بايدن لن يتجه نحو البرنامج النووي، خصوصا وهو يعاني من أزمات داخلية على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية متمثلة بجائحة كورونا وأيضا تحفيز الاقتصاد الأمريكي. إذا ما ذهب إلى الاتفاق النووي، أنا أعتقد أن الطريق طويل، خصوصا وهو الآن يتوافق ويتماهى إلى حد كبير مع الموقف الجديد من قبل الاتحاد الأوروبي الذاهب ليس فقط للاتفاق النووي إنما على مستوى الصواريخ البالستية. لذلك لا أتصور بأن واشنطن ستبدي تنازلات إلى طهران في الوقت القريب، بقدر ما أن الأمر مرتبط بالتنازلات التي يمكن أن تبديها إيران بهذا الخصوص. المرحلة المقبلة ستكون عملية تهدئة بين أمريكا وإيران في موضوع الصراع القائم، يعني لا يمكن أن نشهد صراع مستمر بين الطرفين على نفس الوتيرة التي كانت في زمن الرئيس ترامب. لكن سياسة الجمهوريين معروفة أن سياستهم هي الخوض بالحروب بشكل مباشر، لكن الديمقراطيين سياستهم خوض الحروب بالإنابة، وطبعا هم دائما أذكى من الجمهوريين في موضوع رسم الخرائط السياسية، تهدئة الأوضاع، الالتفات إلى موضوع الملف الداخلي، الخدمات الصحية، الجوانب الاقتصادية، فرص العمل التي ينبغي أن تتوفر، هذه كلها من مسؤولية الديمقراطيين. Thank you.